غادي نمشيو ناخدو اتصال من عند السيد حسن. هاد السيد اللي اتصل بيا البارح في برنامج حياة الليل وبكى، وكما قلت لكم انه منين تيبكيو الرجال عرفوا بان الهموم تعداد الجبال. سي حسن، مساء النور. مساء الخير اختي سامية، لاباس عليك سي حسن، كي صبحتي؟ مزيان دابا اون فورم وعدك الحمد لله، الباقي خديت واحد الطاقة إيجابية من عندك والحمد لله. الحمد لله، هذا هو المراد، هو أنه دائما إذا كما قلت في بداية الحلقة سي حسن اللي كنت متبع معايا، أنه الإنسان مني تيحكي وتيهضر تيخوي على قلبه وتيرتاح. آه الحمد لله. وأنت ارتحيتي؟ آه ارتحيت الحمد لله، مني خديت ولات عندي واحد الطاقة مزيانة، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. الا ربما البارح ما كانش عندك الوقت الكافي انك تشارك معنا وتحكي لنا قصتك او تحكي لنا سرك وشنو وقع. سي حسن اللي ما سمعوش البارح، سي حسن قال بانه نعس وفاق القمراتو كتخونو مع الباترون ديالو. سي حسن انا بغيتك تعاود لي القصه من اول. اختي سامية، انا واحد الانسان كندير معلم ديال الزلج، يعني عندي الحرفه ديالي يعني صنايعي. صنايعي؟ قلت لك اختي سامية انا صنايعي. مرحبا. وكنت ريادي يعني العام قيوب 3000 في العروي، مدينه العروي، حاصل الدبلوم ديال العام قيوب 3000، يعني ما كنت يعني رجل رياضي خدام بعرق كتافك. الحمد لله. خدام بعرق كتافي يعني مزيان، ما كان كمي ما والو، يعني الرياضه والدار والخدمه هذا الشيء اللي كنعرف. خديت هذه السيده يعني من طرف الوالدين، يعني ما كنعرفهاش، انا كنت في الناظور هما في الصنيطره باش خداها واليا. يعني والديك اللي اختاروا لك السيده هذه اخويا حسن ياك؟ والدي اللي اختاروها. اختي ساميه تزوجت بها المده ديال 10 سنين. 10 سنين وانتم مزوجين؟ 10 سنين وحنا مزوجين، عندي منا جوج دراري جوج اطفال. شحال في العمر ديالهم؟ واحد عنده 4 سنين ونص وواحد عنده 8 سنين. واحد 4 سنين ونص واحد 8 سنين. هاد المده ديال 10 سنين وانتم مزوجين، الحياه الزوجيه كانت بيناتكم عاديه، ما كاين لا مشاكل لا والو، زوج وزوجه، الراجل كيمشي كيخدم على راساتو بخير، ما كاين حتى شي حاجه. سي حسن اختي، هاد كانت ما بيناتنا والو 6 سنين، ولكن 4 سنين التاليه يعني السيده بدات كتقلب شويه ملي جينا القنيطره. شنو دي شويه كتوقع واحد المشاكل، كتقول لي هساك هساك وخرج بحالك، يعني فهمتي بدا شويه السيده بدات كتبدل شويه. ايوا المهم انا ما كنت عود كنقول على وجه وليداتي عادي، يعني الشيء راه عادي، المشاكل الزوجيه راه عادي، انا ما عارف والو. قاين عليها هكا هكا، حتى دازت هاد العام هذا الثاني شويه كثرت المشاكل، يعني لاحظت فيها لا في النعاس معايا ولا شي حاجه. المهم المتطلب ديالي ما كتاديهم ليش. يعني حقوقك الزوجيه ما كتاديهم ليش، كتمتنع. والمهم بقيت معها هكا كنقول لها المراه ربما تكون بريده ولا شي حاجه، ولا ما عارفش، يعني واحد الانسان كيخدم كيجي للدار ما عارف. بقيت معها هكا هكا حتى لشهر 6 في 9، انا جاي عادي، كنت جاي للدار، يعني كنت انا كندوز البيرين، باغي ندوز البيرين، باغي نشري واحد السياره. نعم. هذاك الشخص اللي كنخدم عنده يعني متفق عليا بحال اللي داير واحد الدائره، عارف اني فين كنمشي وفين كنجي. هذا الباترون ديالك؟ الباترون ديالي. انا فين خرجت قال لي في غادي يا حسن، قلت له انا غادي ندوز البيرمي، عارف اللي كندوز ساعه ساعه ونص البيرمي. انا قلت اللي غنمشي ندوز البيرمي الماتش ديال المغرب وجنوب افريقيا بعد قريب يبدا، راه نمشي للدار نغسل تما نمشي نتفرج في القهوه. تمشي تتفرج في الماتش حتى انت بحالك بحال الناس؟ بحالي بحال الناس. لا هزيت انا هزيت الموتور ديالي مشيت للدار ديريكت. السيده هما مطمئنين راه بانني راه ما راني كندوز البيرمي. يعني السيده مراتك كتقول صافي راه مشي دوز البيرمي ما غاديش يرجع للدار. تواصلوا مع بعضياتهم. تواصلات هي وياه. كيتواصلوا. تواصلوا مع بعضياتهم. انا مشيت للدار دخلت كنطرف على حالتي، كنغسل هذاك الشيء ديال، كنحيد هذاك الشيء ديال البنيه، راك عارفه الله يحسن العوانين. غابر هذاك الشيء كنطرف حالتك. كنطرف حالتي حتى كنسمع التليفون كيصوني. ملي كنسمع التليفون كيصوني انا تفاجات، قلت التليفون ديالها هنا كيصوني، هي مولفه ما كتهزو ما كتخليش معاها، ديما معاها التليفون. ايه. وانا مشيت لقيته محطوط في الكوزينه، حتى كنجاوب التليفون كيقول لي الو حبيبه. وانا ملي طليت في النمره ديالو كنلقى جواد، انا ما بغيتش نهضر مع مكتوبه بروفي جواد، ما هضرتش خليته حتى هو اللي يتكلم. كنقول كيفاش النمره ديالو عندنا في التليفون.
سمعتيه قال معاه حليتي الخط، قال الو لا حبيبه. انا حبيبه كنصوني لك وما كتجاويش مال، عرفتيه من يعني صوته، هو الباترون ديالك السي حسن ياك. عرفته حيت انا اصرا عندي النمره ديالو، حتى انا خدام معاه 8 سنين النمره حافظه في عقلي، حافظ نمرته الباترون ديالك 8 سنين، حافظ النمره، عارف صوته، حافظ نمرته في عقلي. راه 8 سنين هذه راه كنستعمل بها لا خصني شي حاجه السلعه ولا شي حاجه، راه كنعيط له بعد المره ما كتكون عندي المكالمه، راه كنعيط له من عند الناس. ايه ايوا زيت مهم، عايرت واحد الزبان يعني لا اخلاقي، عطيتو قطع عليا التليفون ولا اتصل بيا في النمره ديالي. اها اش قال لك؟ قال لي لا ما تديش عليا هذا، ما فهمتي غلط، ما فهمتي غلط. قلت له المهم انت واش لا جيتي راه عطر شي حاجه، انا المهم لا جيتي. هزيت التليفون ديالي وخرجت خرجه وحده من الدار. المشي اللي مشيت، مشيت عند الجندار، مشيت مع ديك 9:30 ديال الليل، يعني ملي مشيت ما بغاش يديروا لي الشكايه، قال لك الشكايه خاصها تكون في الصباح ودير لي هذاك الشيء في السيديات، خص يكون عندك ادله. عندي الادله، هذاك الشيء راه ملي لقيت هذاك الشيء لي زوديو في الواتساب وهذاك الشيء، قال لك خاصك دير ملي هذا الشيء في شنو السيديات. سمعتي في هذه الاوديوات سي حسن؟ شنو كيقولوا بيناتهم؟ شنو كيتعاودوا بيناتهم؟ يعني كيتعاودوا على الحب والغرام، حبيبه فينك انت، توحشتك، خاصك تجي عندي. المهم هذيك الطريقه ديالهم، انا توحشتك كذا، وريني تصاورك، كتصيفط له التصاور، كتصيفط ليه التصاور ديالها. تصيفط له التصاور ديالها. الحبيبه ديالي يعني معانا ساكن في السيد الطيبي، ساكن في السيد الطيبي، وهو ساكن في القصبه، اصلا هو ساكن حدا دارهم سيكتور واحد. ايوا منين كنهضر معاه كتهضر معاه، المهم اوديوات عندي عندك، المهم شي كلام اباحي لا ارادي بعدا كاين، ما داك الشيء ما داك الشيء بيناتهم قال لك الحياه وخلاص. كتصيفط له فيديوهات يعني عاريه ما عدات شي حاجه في الحمام. انا تصدمت ملي كنشوف هذاك الفيديوهات، تصدمت يعني تصدمت، كون كانت على الهضره ندوزوها، ولكن ملي كنلقى الفيديوهات تصدمت. هاد الفيديوهات السي حسن اللي كتصيفط ليه قلتي لي ان فيديوهات شبه اباحيه، عريانه كتصيفط ليه فيديوهات، عريانه في الناموسيه ديالي، في الناموسيه ديالك في فراشك. اصلا اصلا انا ملي سولت ملي نط في المشكل وداك الشيء، الناس كيتصلوا بيا، قالت لك راه خوها كان كيوصل حتى للدار تمايا، كان كيوصل للدار عندي، كانت كتقول لهم خويا. يعني ملي كان تيجيبها للدار عندك كنت كتقول للناس بالله هو خوك. خويا. وانا ملي كنت واحد الدري خدمته معايا من الزنقه ديالنا، هو عارفه بانه فلان ما كيجينا ما كنجيو، عارفه بالله الباترون ديالك، شهدوا لي الناس، ما بغا يشهد لي حتى واحد، حقه هي كدير القرعه تما، كتجمع القرعه هذيك الشيء ديال الدار، يعني راه كعارفه مع هاد المشاكل كلشي خايف على رزقه. بصح. المهم وصلت من القضاء، درت السيديات، درت هذوك لي زافيديو، عندي واحد الاوديو يعني كتهدو، هو راه فايت له المشاكل ديال هذاك الشيء قديم، بانه محمل وحده، محمل وحده وهو بنته عندها دابا شي 18 سنه ومجوجه بلا كاغيط. والاوديو اللي لقيتيها السي حسن كتقول بان الزوجه ديالك كتهددو هو. كتهددو هو. شنو كتقول ليه في التهديدات؟ كتهددو شنو؟ كتقول له خاصك هذا الشيء، كتقول له طلبتي مني، قال له هو في الاوديو ديالو، قال له خاصنا نتوبوا ونطلبوا ونصليوا لله، الله يغفر لينا. الله يغفر لينا. كتقول له الله يغفر لينا، انت درتي فيا ما بغيتي وهذا الشيء ما بغيتي فيا. انت درتي فيا ما بغيتي، كتقول له انا قالت له اللهم اطلق، اللهم اطلق وما خليش البشري يمشي على رجلي، اللهم اطلق يمشي للحبس، يمشي للحبس. ايه كنسمعك السي حسن. يمشي للحبس. هادشي اللي في الاوديو، يمشي للحبس، يمشي يطلق. الو كنسمعك السي حسن، انا كنسمعك. يعني اختي هذه ما راعت لها الولاده، جوج دراري كتدخلوا عندي للدار. واخا السي حسن انا بغيت نسولك، ملي شفتي هذا الشيء ومنين اكتشفتي هذا الشيء علاش ما واجهتيهاش؟ واجهتها حيت هضرتي معايا البارح. اييه غير قلت لك زعما واش ما خديتيش شي رد فعل هو انك تواجهها؟ قلتي لي انايا غير شفت داك الشيء خويت الدار ومشيت سمعت في كل شيء، قلتي لي تخرج عفيان ومشيت مشيت نيشان عند الجندارم. هضرت معاه هو، هضرت معاه هو. هو هضرت معاه هو، قال لي سلفتها 2 مليون. هو سلف مراتك 2 مليون؟ كندير معاك، بقيت ندير معاك هو على حسب هضرته. ومني هضرت معاه هي كتقول لي هذاك الشيء
انت اللي جبتي له. كتقول لك انت اللي جبتيه ليا، نعتذر على هذه الكلمه هذه، يعني تقول لك انت اللي جبتيه ليا، وانت كيفاش تجبتيه ليا؟ علاش غتجي وتقول لك انت اللي جبتيه ليا؟ يا اختي انا ما جلت حاجه، يعني هذاك الشيء اللي كتقوله هو راه زعما اي واحد كيلقى المبرر ديالو، راه قلتها لك البارح، صح. اي واحد كيلقى المبرر ديالو باش ياخذ العرض عذر ديالو. واش انا نجيب المرات؟ ما كاينش شي واحد كيقبل على رجولته. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اقتلوا من لا غيره له. ما كاينش واحد كيقبل على رجولته، لانه غادي يجيب راجل يقدموا لمراته، يقدموا للزوجه ديالو. انت درتي المسائل ديال القانونيه، هزيتي داك الشيء، هزيتي دوك الاوديوات، دوك الفيديوهات، دوك التصاور، درتيهم في استديو ودفعتيهم للجندارم، درتي شكايه ديال القانونيه. انا فيما كندوز كنحط السيديات اصلا، عندي الدوبل هذاك الشيء اللي راك عارفه بنادم، الاجراءات ضروري خصني اتاخذها. صحيح. ولكن هذا السيد عنده نفوذ. اختي علاش اتصلت بكم اختي ساميه؟ سميرة معاك اخويا. اختي علاش اتصلت بكم؟ هذا السيد عنده نفوذ، يعني اي مبرر راه قادر يديره. حتى شي حد ما عنده نفوذ، حتى شي حد ما فوق القانون، حنا في بلد المؤسسات، انا اتصلت في ظل حمايه صاحب الجلاله نصره الله. توقفوا معايا، انا اتصلت بكم عارف شنو كاين. انت شي حد ما فوق القانون، طالما عندك ادله. عندي ادله كتثبت على ذلك، وخاصني نحط التليفون عند الخبره ديال سميتو. تثبت خيانه هذه السيده هذه، فالقضاء غادي يكون فيصل بيناتكم. الوليدات فين هما دابا سي حسن؟ الوليدات واحد عندها وواحد عند باها، عند باها. انت خليتي لها الدار ومشيتي جلستي في داركم؟ ضروري اختي، وراه حطوا عليا شي حاجه، شي باطل راك عارف. شنو بحال هذا الباطل اللي تحط عليك؟ تشد براسها بشي حاجه وتصيفطني بشي عام ولا عام ونص. خير ما عملتي، انت رجل عاقل وحكمتي العقل ديالك، تبارك الله عليك. انا من بابري هذا تنحييك، انك ما خديتيش رد فعل عنيف، وانا لا اشجع على العنف. انت تصرفتي بعقل ومشيتي سلكتي طريق القانون. غير بغيت نقول لك السي حسن، هو راه حتى شي حد ما كاين عنده نفوذ، لا احد فوق القانون، حتى شي حد ما فوق القانون، حنا في بلد المؤسسات، وإلا عندك حق غتاخذو. هادشي اللي بغيت نتواصل معكم اختي سامية فيها. وهذا السيد هذا ما تواصلش معاك، ما هضرش معاك، هو بحكم أنه باترون ديالك، ما حاولش أنه يصلح معك الأمر، ما حاولش بزاف الأمور، يعني ما كانش بيناتكم واحد المواجهة أنت وياه. عطى النمرة ديالو للزوجة ديالو في الأول، وبقات كترغبني وباغا يتواصلوا معايا وكلشي، ولكن هذاك الشيء ما يمكنش. باش دير تنازل على أنك تنازل. ما يمكنش اختي سامية، راه طعن في الشرف ديالي هذاك الشيء. من حقك. اغلى لي من كل شيء. هذاك الشرف ديالي قاصح باش هي ما كتهضرش معاك، ما 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 يعني ما عطاتكش، ولو انه هذا الشيء ما عنده حتى شي مبرر. طالما انك تقول انت شفتي فيديوهات، وشفتي فيديوهات وصور صور شبه اباحيه، وفيديوهات شبه اباحيه، وسمعتي اوديوات، فهذا الشيء ما عنده حتى مبرر، غير فقط من باب العلم كما تنقولوا حنا، يعني ما عرفتش شنو السبب. اجي علاش كيفاش؟ مجموعة ديال الأسئلة كطرح نفسها. يعني هذيك السيدة كما كيقولوا الجيران ديالي، قال لك لبست الأبيض وكتقول لهم راه مات الراجل ديالي. هذه راه قبيحة، هذه البنت اللي لبست الأبيض وكتقول لهم بالله أنت متي. الراجل ديالي مات. يعني الناس ملي كيتواصلوا معايا وكيوصلوا لي هذه الأخبار، راه راسك كيحرقك. ما كي عاد دير تصالح، ما يمكنش دير فيها الثقة. لا أنا عن اي صلح تتحدث؟ يعني انا في عرف الرجله كما تنقولوا حنا، راه ما كاين صلح. انسان كيشوف خيانه ديال الزوجه، زوجته كتخونه وهي على الذمه ديالو، يعني هي على سميته مراته، وكاينين الوليدات، فاش من صلح؟ وكتقول انها كتلبس الابيض وكتقول لهم راجلي مات. كتقول لهم راجلي مات. والقضيه ديالك انت بالحد الان فين وصلت السي حسن؟ هي دابا اول جلسه عندنا في شهر 7/14 مع الوحده. وحتى شي واحد فيهم ما بقى كيتواصل معاك، لا هو لا هي؟ وليداتك ما كتمشيش تشوفهم؟ اصلا بدلت النمره، انا اصلا ما بغيت نتواصل مع حتى حد، اصلا بدلت النمره ديالي، ما يتواصل معايا حد، ما نتواصل مع شي حد. انا كباغي القانون، انا ما تخربت، خرجت من داري وخربت هذاك الشيء، تخربت لي داري وتخربت لي الحياه والمستقبل ديال ولادي، يعني واحد الحلم كنت غادي به تخرب. يعني حتى انا باغي القانون، حتى انا ضاعت في الحياه ديالي. لا حياتك ما ضاعتش سي حسن، علاش حياتك تضيع؟ واختي انت راجل، انا فقط طالما انت كتشوف، خليني تصنت لي نقول لك واحد الكلام. انت كتشوف انك ما كنتش مقصر من حقك في جهتها. انا ما كنتش مقصر من حقي من جهتها، السيده كنت معيشه كالاميره، يعني
معايشه يعني ما نقدرش نقول لك انا كنقلع من اللحمه ونعطيها. ولو انني كنشوف، انني كنشوف بان الخيانه ما عندها حتى شي مبرر. هاد السيد هذا انا ما بقيتش مرتاحه معاه. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، طلاق كاين طلاق. السيد ما بقيتش مرتاحه معاه، غنطلق منه وغنمشي نعيش حياتي ديك الساعه، تصاحبي ولا تزوجي ولا ديري اللي بغيتي، فانت حره، ما عليك ملامه كما تنقولوا. حتى لو كان هاد السيد انا، وهذا كلام ماشي موجه غير لهاد السيده هذه، كل زوجه تفكر بهذا المنطق هذا. ما بقيتيش مرتاحه مع راجلك، ما موفرش لك احتياجاتك الخاصه، ما قادش عليك، ما كيصرفش عليك، راه ربي حل الطلاق. ما نمشيش نطعن في الشرف وفي الرجوله، لان الامور قد تصل الى ما لا يحمد عقباه. الحمد لله هذا الرجل هذا حكم عقله وربي نعم عليه بعقل، وخلى لها الدار ومشى التجا لطريق القانون، والقانون اكيد القضاء غادي ينصفك وغادي ياخذ لك حقك، لانه ما ضاع حق وراءه مطالب. والوليدات هو اللي كيبقاو ضحيه. هادو وليداتك ما كتوحشهمش؟ ما كتمشيش تشوفهم؟ اختي ما نقدرش نشوفهم يعني، علاش ما تقدرش تشوفهم؟ عندنا مدرج عقلاني عندهم في الشكل يعني، الا مشيتي لتما راه كتعايرني امها كتقول لي الكلب. علاش غتعايرك امها وتقول لك الكلب؟ الكلب مسكين غا مظلوم، الكلب اوفى من البشر. الكلب ولينا كنعايروا الناس كنعتوهم بالكلب، في حين اننا كنشوفوا الكلاب اوفى من بعض البشر الا من رحم ربي. علاش امها غتعايرك وتقول لك الكلب؟ انت ولادك هادوك وانت اللي حصلتي الخيانه، خصك تشوف ولادك من حقك. ما نعن عليا ولادي، ما نعن عليا كل شيء. كتقول لي سير دير لاديين لولادك، تتعرفهم بعدا كاين ولادك. هذه الام ديالها. يعني الام ديالها كتدين بنتها بنفسها. كتقول لي سير دير لاديين باش تعرفهم ولادك بعدا، كيما درتي هذا الشيء دير لاديين. انا ملي صيفط لهم لي فيديو وداك الشيء كانوا يرغبوني في الاول، يعني اليوم الاولى كتقول لي رجع ولدي لولادك، راه القطوط شطحوهم، راه هادشي عاكدو. ملي صيفط الفيديو لقات هذاك الشيء حقيقي، قالت لك البنت راه ما كانتش كتشاورنا. عندك الصحة حاسه خصك ترجع عند خصك دير معنا عند ولادك وكذا. قلت انا ما يمكنش نرجع، هادشي اللي شفتو انا راه ما يمكنش نرجع. وفي الاخر ولات كتقول لك خصك تمشي دير لاديان وتشوف هذوك واش وليداتك ولا لا. يعني هذه الام ديالها كتشهد في بنتها. كتقول لي هذه هاد الهضره هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت التجأت لطريق القانون، أكيد وليداتك تتوحشوك، تتوحشهم. دابا أختي كتقول لهم باكم مات. كتقول لهم باكم مات. كيفاش باكم مات؟ ما فهمتش. الناس راه بسيكولوج، راه بسيكياترو كما كيقولوا بالطالي، يعني راه حمق في راسهم، راه ماشي شي حاجة ما كان فهمتي، راه ضروري خصهم يلعبوك بالدم ديال عقلك. الحمد لله ملي جيت أنا مركز وعارف. أكيد الحمد لله أنك إنسان عاقل، ونعم عليك الله بنعمة العقل، هو أنك تصرفتي واحد تصرف عقلاني جدا، أنك التجأتي لطريق القانون. أنا كما قلت السي حسن، ودائما كنقول وأكرر، لكل سيدة متزوجة على ذمة رجل، ما كنتيش مرتاحة في علاقتك الزوجية، مقصر من ناحيتك ماديا، مقصر من ناحيتك في العلاقة الزوجية الحميمية، ما مرتاحاش لأي سبب كان، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. نطلق، انما نخون ويكونوا ضحايا الاولاد غلط. تقدر الله يستر هذه الخيانه تنتج عنها فعل جرمي، ترتكب جريمه قتل، لربما فعل رد الفعل الزوج يكون قاصح وقوي ويمشي يقتل ديك الزوجه. كاينه ولا لا سي حسن؟ كاين اختي، هاد الشيء الناس شجعوني على هذا. واحد مول الحانوت والله الا عنقني، ملي كنت منهار عنقني. وانا كذلك كنقول لك تبارك الله عليك، برافو شابو، انك احتكمتي للغه العقل وخدمتي عقلك ومشيتي التجأتي لطريق القانون. وكما قلت لك، نحن في بلد المؤسسات ولا احد فوق القانون. ما نسمعش منك انه عنده نفوذ، حتى شي واحد ما عنده نفوذ، حنا بلاد القانون. ما نعاودش نسمع منك هذه الهضره هذه يا سي حسن. طالما انت على حق وعلى يقين بانك صاحب حق، راه ما غاديش يدي عليك حقك. وطالما انك تحتكم على كل الادله اللي كتدينها بالخيانه الزوجيه، فتا واحد ما يخلعك. شكرا اختي، هادشي اللي بغيت نقول لك انا عليها. بغيت التجأت شوف تي في، يعني نهار الجلسه ضروري خاصك تكون حاضر معايا شوف تي في. انت التجأتي لقناه الشعب وقناه صوت لما لا صوت له، صوت كل مظلوم، فاكيد غادي نخليك ترجع للروم كونترول سي حسن، وتهضر مع 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 المخرج ديالنا الاستاذ كمال، وتخلي الرقم ديالك
لان البارح حنايا حاولنا نتواصلوا معاك للاسف ما خليتيش رقمك، فخلي الرقم ديالك قبل ما تقطع معايا، خلي الرقم ديالك، ونهار الجلسه اكيد قناه الشعب غادي تكون متواجده معاك، ولا عندك حق فانت غادي تاخده. لا عندي اختي الادله وكل شيء عندي كامل، عطيني النمره. ما نبغيش نعاود نشوفك كتبكي. لا اختي لا انت الحمد رجل لله. وخليك قوي، و رجل، انا تنقول دائما انه عندما يبكي الرجال الهموم فقط الجبال، ما نبغيش نسمعك كتبكي. وللزوجه ديالك غنقول لها الله يهديك،